ثواني لحظة بس ماشي لحظة. مروان مروان طب افتح بس عايزة أكلمك عشان خاطري. افتح طيب مروان مروان ما تزعلش مني والنبي. أنا عارفة إن أنا غلطت بس والله مش هعمل كده تاني. أنت رايح فين؟ طب ما تاخدني معاك. أنا ملياش حد غيرك هنا والله في البلد دي. مروان عشان خاطري ما تزعلش مني. والله مش هعمل كده تاني والله العظيم يا مروان مش هعمل كده تاني. مروان عشان خاطري والنبي يا مروان. الحقيقة أنا كنت عايز أجي لسيادتك في البيت وأتكلم معاك في الموضوع ده بس لقيت إنه أفضل إن إحنا نتكلم في المكتب. أوي أوي نو بروبلم مفيش مشكلة. في إيه؟ للأسف عندي أخبار مش كويسة شوية. بخصوص هايدي؟ للأسف أه. يا ساتر يا رب. في إيه؟ في قول لي أنا قلبي مقبض اتقبض عليها؟ لا 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 خالص. أحد قلبي أمال في إيه؟ الموظفين بتوع الشركة رافعين قضية على هايدي. بعد ما عرفوا بحجز البنك على الشركة كل واحد فيهم رافع قضية مستقلة ورافعين قضية مجمعة. موظفين ايه وهباب ايه والكلام الفارغ ده؟ احنا مش كنا خلاص خلصنا من الصداع ده؟ هما كانوا سكتوا بالمسكن اللي سيادتك عملته لهم على اساس ان دي فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب انت شايف ايه؟ انا بحاول ادرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول اوصل لقيادات العمال، عايز اقعد معاهم واشوف ايه سقف طلباتهم. لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكايه دي. دول بقوا 75 قضيه وبيزيدوا لدرجه ان المحامي بتاعهم مش عايز ياخد اتعابه دلوقتي، ماجلها لانه ضامن القضيه. انت خليك ماشي في السكتين وانا برضو سيبني فرصه كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنه دي حياله تلاجه معفنه خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايز اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك مالكيش فيه؟ ما تستبحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه؟ احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها البطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايلها لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه، من ايام امي الله يرحمها واحنا على كده. نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خليني انزل اشوف اكل عيشي، مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد. يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح، انا ناقصه عايزه بطاطس من النمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن اقسم بالله، ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه؟ انا بعمل لك نسخه وابعتها لك بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي؟ يا بنت انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سمر. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي متشكره قوي يا سمر. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هقوم انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي انت تعبانه، ده انت كنت هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقك ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا احسن الناس، هي بس نجواها طلع لابوها طول عمرها هتبيع اي حاجه عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. ايوه يا اختي بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطه اللي انا فيها دي. انا مش زعلانه منها، انا زعلانه عليها. صح احنا طول عمرنا فقراء بس عايشة
تشم شرف ازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيعي امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هجر الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اوصلها خالص يا كوري احسن، خايفه تلط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي لقيتي ايه، امله ولا زباله؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني خليتيني اهرش. ماشي مالك يا بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوزه. بنت مقهور على شعرها وتعز توصل احتياطي. قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا؟ مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انا مش هشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهداني الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيمه، انا اللي هفرج عليك امك لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيمه خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيمه. بس انا بحب هيمه ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا اروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايدي تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل؟ ابله يا ابله. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه. حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه. كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم. بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل يغسل عربيات يبيع فل اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشري قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا صبحي طمع طمع صبحي، وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل، الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك ابدأ معاك من الأول إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي
خد دش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغل. ها استني ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضه النوم استلمي شغلك. يلا ايه وقفتي ليه؟ يلا حبيبي يلا ماما يلا. اهو الاكل اهو كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه هاتي قلت كتير. حاضر حاضر تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. اه طب قومي اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا لا تنامي لا. اخرج اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع. ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. اجيب حلاوه حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب طيب خلاص خلاص تعالي ما تعيطيش تعالي. خلاص هخرجك وامري لله. فابو الريش عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين ده المنطقه دي دنايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي. انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداه الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى ابو الريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه. اه دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي دي، امي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت وهو العب بعيد. والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتايج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا جت كل قرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي. عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزداني يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواف؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه اتنين معلومين يا بنتي. على كوريا. كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي. عاوزاني انام معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليك يا مسوكة، ده انت حبيبتي ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي. مالها؟ مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايا كبير في السن. اه ومقرش ومعاه فلوس بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش. هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي؟
من ساعة ما طلعت يعني لا حس ولا خابر. الله لكون مستكبرة وشايفة نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنة. يا اختي انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنتي البت ده اهي سهناي. اه والله سهنة كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجة كده هوت مدفونة جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجة مدفونة عليك انت برضو يا موسوكا. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفتك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام موسوكا يا بيت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري. الواد غزال، سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيلة ايه؟ نوال ايه ونيلة ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكة دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو المرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع حاضر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت. يا كوريا ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني. يا كوريا انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، ها بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه تلعب مراقبة التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه، انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيمه بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا ان مكان ورا البت دي ان، بس انا بقى مسير اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله، عم بيومية. دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس قريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبه. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انتي تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها كلها؟ يعني أنا كمان متراقبة؟ أيوة دينا، بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلي دينا. دينا فاكرة المحل اللي كنا؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سيرة عن الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسف. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع موسوكا دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت، وجمالات وجوزها كده هوت لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل عسل. على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحارة المصرية الجدعان. يلا يقعد يا ابن المفتوح، منك ليه من هنا؟ مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحارة، لينا بيت يلمنا. على فكرة انا ما عملتش حاجة غلط، سندس كان نفسها في حلاوة ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوكا.
وراح لوحده ولا ولا يلا يلا بالراحة يا سوكر. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق لادا؟ يلا يا سوكر. لما اخذ حق نام ان كان فيش حاجة. يلا يلا. على فكرة أنا ما كنتش نازلة أتفسح في الحارة ولا أعمل شوبينج، أنا نزلت عشان سندس كانت عايزاني أنزلها. عشان مين يا أختي؟ سندس؟ وأنت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي أنا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي أنا كمان قدام الناس، وبعدين أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه، مش هاخد رأيك قبل كل حركة أنا هعملها. أهو! لا يا حبيبتي، أنا هنا ما عنديش حر. حرة دي هناك، عندكم في الكامباود. لكن عندي أنا هنا، أنا حرة يعني أنا لا مؤاخذة. فاهمة يعني إيه؟ ومشوفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لما علينا الاسوه اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طربة استريشت وبلوزه بامبا، يقول على مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما ده سمعت وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نزل عليكوا شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغه هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطه منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك ايه يا أمو فلوس؟ انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد ده، انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها أنا عايزة أفهم. ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا، جت كنيله تاخد. مساء الخير. مساء النور. حاضر اقعد؟ كنت عايز اعتذر لك على الطريقه اللي اتعاملت بيها معاكي المره اللي فاتت. اوكي مفيش حاجه. هو انتي مستنيه حد؟ صحابي زمانهم جايين. سوري انا بس كنت عايز اقول لك ما تزعليش. عن اذنك. صحيح احنا عاملين بارتي بكره عندي في البيت، يعني لو تحب تيجي. بيتهيألي يعني الجوده مش هيبقى مناسب قوي بالنسبه لي. اوف كورس نو، ما ينفعش تفكر كده ابدا، لازم تعمل كل الحاجات اللي انت متخيل انك ما تعرفش تعملها او حتى ما ينفعش تعملها. خد رقم تليفوني عشان لو فكرت ابعت لي مسج، ابعت لك العنوان. كام؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. بس ايه ده بس، ما تبقاش عصبي كده، لا يطقلك عرقه. خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده؟ انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها.
تزعليش منه يا دادا انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانة انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. يا ابراهيم يا دلع خليت الشارع ولع. يا ابراهيم يا دلع خليت الشارع ولع. يا سلامة يا سلامة. يا ابراهيم يا سلامة. سلامة يا سلامة. سلامة يا سلامة. يا تحت عمرك تفضلي. لا بس اصلا انا ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي تفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان حطت الايد اللي اتمدد لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني أنا جاية لك عشان أطلب منك إنك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تأذوش نجوان. إلهي يسترك، أبوس إيدك. أنا بنتي غلبانة، أنا بنتي عيلة هو اللي ضحك عليها وغواها، صدقني. يعني نقبض عليه إزاي يا ستي إذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقة دي هي اللي هتوصلكوا ليه، مش زي ما وعدتني. اوعي يا سنة، اوعي. افندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمة. يا سيد بدوي، طول عمرنا أنا وهيدي بنتعامل معاك، إنما اللي حصل إن في حد غريب دخل بينا. تمام. الأصول والضمانات اللي القرض خرج قصادها كلها موجودة، ودي حاجة مش قليلة، دي فلوس، دي حاجة 10-15 مليون دولار. أنت جاي تلعب معايا نفس اللعبة تاني يا أبو طالب؟ مفيش لعب ولا حاجة يا باشا، اعتبرها تعثر زي ما أي حد بيتعثر. بعدين جدول القرض على 15-20 سنة، وسيب هايدي ترجع شغلها وتبدأ في سداد القرض بدل ما تتحبس. وفي كل الأحوال مفيش مليم هيدخل البنك. سداد إيه؟ العجز أكتر من 35 مليون دولار. أنت مدرك للرقم؟ ويعني إيه تتحبس؟ ويعني إيه مفيش مليم يدخل البنك؟ انت بتهددني؟ انا ما بهددكش يا باشا، انا بس بفهمك حقيقة الوضع. عن اذنك يا ابو طالب، انا عندي ميتنج مهم دلوقتي، شرفتنا. بس بقى، بس كفاية كده، بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا، ايه اصل البناية لسه جاية مصر بقالها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، احسن روحية تساعد، خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاجة. طب كويس، بدأت تفوق اهي. مين فيكوا بقى كوري عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا سعادة الباشا اللي واقفة قدامك بتتصربط دي؟
وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت القدرة دفعت، انما هي من الشيفة رئنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في طور بيتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن كويسة. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جرى يا حاج. معلش معلش يا باشا، هي اصلا تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي ارواح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح. انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها طول السنه دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار؟ لا 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 لا، اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعواني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه، احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدي بالحي وهننتدي بلجنه هندسيه تيجي تعين البيت، وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه. يا ابني ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيلها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ These are 3 of our finest diamonds from all over Europe. Every single one of them has a history. The first one, as you can see, this used to belong to Hitler's wife. It was part of her collection. The next one was owned by a prince. He loved a French woman very much and gave it to her. The last one doesn't yet have a history, but you could be the ones to write it together. Hmm. ايه رايك يا حبيبتي؟ يا حبيبي حلوين قوي. انا مش مصدقه. ربنا يخليك لي يا رب. I don't like any of them. I want a big piece for my love. I once been in Mexico, I found a huge diamond. I want something like that. Sorry, Andrew. Okay. Sorry to hear that, Mr. Marwan. Sorry. But if you change your mind, you know where to find me. Okay. Bye, Andrew. Bye. ليه يا حبيبي؟ ايه دي؟ بطن البقرة؟ ايه بطن البقرة دي؟ أنا عمري ما سمعت عن حتة في مصر اسمها بطن البقر. أنا لف في مصر كلها، شارع شارع، حارة حارة، كشك كشك، زنقة زنقة، ما سمعتش عن حاجة اسمها بطن البقرة. تاخدوا بنتي أنا تودوها في حتة زي دي من غير ما تستشيروني أنا إزاي؟ يا أنكل أنا رحت زرت هايدي، بس بصراحة المكان مش نظيف خالص وبيئة جدا، بس ده المكان الوحيد اللي محدش هيلاقي هايدي فيه. لا 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 لا، بنتي ما بتقعدش في الأماكن دي أبدا. مشوها لو سمحتوا، مشوها من هناك خالص، خلوها تهاجر هجرة غير شرعية.
يعني بنتي بنت ناس مش بنت اي واحد من الشارع. واضح جدا يا ابو طالب بيه ان انا غلطت لما قلت لستك على مكان هايدي على سبيل المعرفه. وطبعا انا مش محتاج افكرك لما حبيت توديها مكان تبعك وديتها فين. دكتور نادر معلش انا هضطر اسف اشوف محامي كبير يدافع عن بنتي. طب بدل ما تدافع عنها وتطلعها براءه تبعت لي ناس يتحفظوا على بيتي ويعملوا لي قضيه تبديد ومرتب شهري. ده اجراء قانوني مؤقت بسبب الحسابات اللي حضرتك فاتحها في بنوك بره واللي انا قلت لك تقفلها 100 مره وحضرتك مش عايز. شكوا ان هايدي ممكن تكون حولت لك جزء من مبلغ على اي حساب من الحسابات دول. حسابات هايدي هايدي حلتها حاجه ينفلسها وحالتها نيله. ده راي سيادتك بس مباحث الاموال العامه وهي بتعمل تحرياتها ده اللي توصلت له فطلبت من النيابه تاخد قرار بالتحفظ على املاكك والنيابه وافقت. مباحث شغاله والنيابه شغاله. حضرتك كل اللي عملته وديته بنتي بطن البقره. بطن البقره مش دعوه لا بالبقره ولا ببطنها. انا عايز اشوف هايدي بنتي وحشتني لو سمحتوا. فين هايدي؟ يا اما بس اللي طلع انا ولا عند ابراهيم يا اما انا كنت فوق هتطلع ازاي بس؟ ولا انت هتستعملني يا ولا ايه بالظبط؟ لا ده انا شايفاها بعينيا اللي هتاكلهم الدود ده اهي ومسكها وقفشها من رقبتها كده اهو بايديا اللي هتاكلهم الدود بالهنا والشفا ان شاء الله. ولما انت قفشتيها يا ست النصحه ما سالتهاش هي ليه؟ لا هي كانت هتفوت عليا ولا كانت هتفوت عليا. سالتها يا اخويا قالت لي قال ايه سمعت صوت بينده عليها من بير السلم قال دخلت تشوف مين ما لقيتش حد زي ما دخلت زي ما خرج. اصل انا هندي يا اخويا ولا انا مختوم على قفايا؟ يعني قالت لك ان هي ما طلعتش. بقول لك ايه ريحها شويه كده انا رايح بروفه مع الواد البليه عشان عندنا فرح كبير قوي ياما ادعي لي. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. بقولك ايه انا عارفك الخمسين بلبل استني بس ايه مش تفهم الموضوع الخمسين بلبل دول عشان خاطر احلى ام واخدهم عربون من الواد النسا تجيب لنا نص كيلو لحمه وتظبطينا بقى نفسك كل لحمه ياما والنبي. الهي يطعمك ما يجوعك ويسقيك ما يعطشك يا رب يا ابني يا حبيبي. ربنا يا ابني مصاريني. بقولك ايه يا واد ايه يا حاج هو الواد نسر ما ادالكش غير 50 جنيه ده؟ اداني 100 ياما 50 جبت لابراهيم نص فرخه والباقي جبت له بيه دواء وال50 الثانيه في ايديك ياما في ايه؟ يا سلام يا اخويا وانت تجيب لابراهيم كبدك دواء ليه؟ ها؟ لما بيقف على عربيته ويحط الكبده في الشندوتشات ويبيعها للناس كان بيدي لك حاجه؟ ياما حرام عليك ياما ادعي له ياما ربنا يقومه بالسلامه. اخويا انا قلت حاجه ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. سلام يا احلى ام في الدنيا. سلام يا اخوي بس انا مش هيهدى لي بال الا لما اعرف البت نوال طلعت عند كبدكي ليه. دينا ونادر اكدوا لي ان المكان اللي انت فيه مكان تحفه وجواه في الكلور شعبي جميل من الحاجات اللي انت تحبي تتفرجي عليها. تحفه ايه فولكلوري وشعبي ايه بس يا بابي حرام عليك انا مش لاقيه اصلا كلام اوصفه لك. المهم يا بابي انت وحشني قوي نفسي ترمي في حضنك وعيط. تترمي انما تعيطي لا. حد يبقى عنده ناس حلوه زي دول بيحافظوا عليه ويخافوا عليه ويعيط. تعرفي يا هايدي ان شاء الله لما نرجع الشغل تاني وانا وانتي ونجيب السواح بقى يجوا ونوديهم بطن البقره كده ينبسطوا انا واثق انها هتعجبهم جدا. يا بابي مش قادرة أقول لك هيعجبهم قد إيه ده هيذهلهم. ما تقلقيش يا هايدي أنا عايزك قوية وصلبة مهما حصل زي ما تعودنا. وأنا واثق إن شاء الله خلاص الفترة بقت قليلة أوي وهناخد البراءة ونرجع للشغل تاني. ماشي يا بابي ماشي. لا 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 يا حبيبتي لا 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 بلاش التشاؤم ده. بقول لك إيه دوري الكاميرا كده في المكان الجميل ده اللي انت فيه عايز اشوفك عايشه ازاي. انت مصر يا بابي؟ اكيد. طيب انت حر. انا سندس انا سندس انا سندس اهو يا بابي شفت؟ الله مكان مصري جميل بس ايه ده في حاجة كده ايدها بتلعب ايه دي؟ دي سندس يا بابي بتحب دايما تقعد معايا. بتحبك دي؟ بتحبني. طيب يا روحي انا كده اطمنت عليك. عايزة حاجة حبيبتي؟ يا بابي عايزة امشي بس من هنا. طيب
باي باي يا روحي. باي باي يا بابي. وانا خلاص ابله ما محتاجه قبل كده، لازم اجي لك المستشفى وسط الممرضات يعني والعيانين. قولي يا ابله بس. يا سوكا انت ما تعرفش فواز اخوي ده، لو عرف ان انا بكلمك هيقعدني من الشغل، وانا بصراحه بحب الشغل قوي، وكمان مش عايزه ازعله. اخويا فواز شايل البيت كله من ساعه ابويا الله يرحمه ما مات. يا ابله احنا بنعمل غلط يا ابله، ما احنا قدام الناس كلها اهو، وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابله. معلش يا سوكا مش هينفع، انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابله، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوزي بس يا ابله، ده فرح البيت بوس يا اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سوكا، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقني، وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يا ابله بقول لك اول فرح هغني فيه يا ابله، يعني لازم تبقى موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحبابي يا دنيا انت، وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن لا يمكن تطلعها بره. دي امي دي طيبه جدا جدا جدا، والمنطقه كلها بتحبها، هي بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقول على طول بس، لكن طيبه قوي قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. قشطه بقى، مجيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني يعني كده وكده ارجعهم لك. لا يا حبيبي ما تعتذرش، هو انت فاكر لما انت تعتذر انا هفرح؟ انت تعمل اي حاجه انت عايزها وانا استحمل منك اي حاجه، وانا ليا غيرك في الدنيا؟ ولا حياتي ليها طعم من غيرك؟ ربنا يخليك لي يا اخويا. ربنا يخليك لي يا رجاء. اعوذ بالله، دي اخلاق الرجاله يا ناس، دي اصول عيش والملح. معقوله راجل يبلغ الحكومه على الستات قاعدين بطولهم في البيت؟ الناس مسلومه ده لازم يتربى، لازم يتعلم الادب من اول وجديد. هو ده الكلب عمره ينعدل يا خال؟ هنقطعه له. انا بخاف. ما تخافيش من اي حاجه. بخاف من الكلاب. مفيش كلاب يا سندس، خلاص. انا شفت رجاله كتير وقليل، عمري ما شفت رجاله اوسخ من سلومه ده. انت بتشتم مين يا واد؟ اوعى تكون بتشتم عوض. لا كان بيضربني، بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش، انا بشتمش عوض، هروح اجيبه لك دلوقتي، بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوه دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسه دي فيها شيء لله، وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب السندوسه. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ امرينا يا ست هاني. شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي، تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجبي علينا ولا هتجبي علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحلتي القعده في قلب المكان، فقلت اما تدبي لك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناويه اطول هنا، ولو عليا انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس انا كمان مش عايزه مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت، ومش عايزه الشرطه تفضل رايحه وجايه وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزه تقعدي بقى استحملي، انا عن نفسي افضل ماشيه كده اهو، واحده واحده على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعملهم ام سوك، واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوسك، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي يعني اللي بتجيبيها. بلا احمر بلا اسود. اقعد يا ست هانم اقعدي، استهدي بالله استهدي بالله استهدي بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. هو اللي ست هانم؟ الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان،
وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزق لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي هتهد على راسك انت يا بعيد؟ اضحي هتهد على دماغنا كل اه اي ابعدي الست بتقولها ايه؟ ابعد من فضلك يا ست هاني، ابعد عشان نحل المشكله السودا دي. انا هنزل دلوقتي لسلوم النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد. ماشي، بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ وانت راجع معدي عليا عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعة ما جه المستشفى. يا دنين عليك وعلى سنين هيما. ما انا مش عارف اطلع له لوحدي. هي المنطقة اسمها ايه يا عم؟ معروفة في حتة منفوخة كده تبع حاجة ما 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 بطن البقرة. اسمها ايه؟ بطن البقرة. بطن البقرة؟ ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرز؟ مش وقت هزار دلوقتي، شوف بطن البقرة في انهي داهية، خلينا نخلص. بطن البقرة ايه يا عم؟ وانت جعان؟ زور في اهلك ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضل هزار. طب ما تنفعش رجل البقرة؟ ها؟ عين البقرة؟ ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقرة وخلصني. حاضر يا عم، البطن البقرة. انت اول ما تلاقي البقرة اهو. انت بتقفل ده؟ مساء النور. مساء النور، اتفضل. ابو طالب بيه، انا مش جاي اثر على حضرتك في حالة انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضية انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضية. يا عم بتقفلوا ليه؟ البطارية بتبوز، البطارية بتبوز يا عم. بلاش تلعب بعدين، العب بعدين. طيب ايه، فيش اخبار جديدة؟ طبعا في خير. انا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان اقرار ذمة مالية واقرار بعدم دخول اي ارصدة او حسابات او وصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده انا حر التصرف في اي كرسي من كراسي، ما حدش يعمل لي قضية تبديد؟ لا مش بالسرعة دي طبعا، يعني اهم حاجه النيابه تطمن الاوراق اللي انا مقدمها الاول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعه ان شاء الله. ما انا قلت لكم الاول ان الاجراءات دي تعسفيه، ما حدش سمع كلامي. الاهم من ده الارقام اللي نجوان اتصلت باهلها منهم، طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لاي حاجه. طب وهنعمل ايه؟ الارقام دي طبعا ملهاش اي لازمه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت، ونخليها تدينا اي رقم تتصل بيها منه. مين عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها او من رقم محل اقامتها اللي قاعده فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم الانتصار؟ انا ما حاولتش اخد الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمره من هناك. انا بحبش المستشفيات بس اروح عادي. اوكي تمام. انا عاوز اعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقه. وبعدين يا اخي انت المحامي بتاعي من زمان، انا لو عارف ان في محامي اشطر منك انا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا ابو طالب بيه، ما انا قلت لسيادتك انا مش جاي اثر عليك ولا حاجه. يا راجل بطل بقى القماصه دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغيره وتجيب محامي عدل. انا مش عارف انت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم انت اقعد ساكت بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقره ده بقى، عشان بقول لك بطن البقره. ايه يا عم؟ دلوقتي يا معلم سلومه الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقه مولانا دي اول مره كنت اشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا علمني الهيفه. قال يا ابني تعالى في الهيفه واتسطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضه ما يصحش يا معلم سلومه تطلب الشرطه لنسوه لا راجل معهن، وامامك سبل مفتوحه كثيره. كان ممكن ان تاتي لي او تذهب للاخ شكري او للاخ كبداجي خطبها. صل على يشفع فيك يا مولانا. علي افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده، لا ده احنا ياما اتحايلنا ياما رقنا نشف. ده انا قلت للوستة شكري بدل مرة عشرة، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مرة واثنين ايام امها الله يرحمها، ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخ شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومة على بعضينا.
اللي معهوش فلوس نحبسه؟ لا لا، احنا برضو اهل وجيره. اوه امانه الله بقى، انا زهقت من حكايه معهوش فلوس دي. اه يا عالم، اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره اكتر. مش اصول كلام ده يا معلم سلومه، انا المره دي تابعت الاصول اللي انت ما تبعتهاش، وجبت الشيخ المنطقه كلها عشان يشهد ما بيننا، وانا عارف ومتاكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده انا مش هراعي اصول الجيره ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العدة عشان خاطر فرح اخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين ام لا اله الا الله بما فيهم الحكومه. يا اخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنه. وفيها ايه يعني يا كوري؟ اي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتي كلاتهم متجوزين صغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني؟ يوقف فيها خير خلاص. سلامتك يا هيم، ايه ده انت غيرت على الجرح؟ اه ما الواد سوكا اصله ماشي مع البنت الممرضه، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي وتلحقك هنا لوحدها؟ بالراحه يا كوريا بالراحه، ده انا ما استجراش اعملها وانا خطيبتك قدام الحاره كلها. في ايه؟ جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها، طلعت بنت نظيفه ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشيه جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربه وناقصه؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحاره وحشه قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسام. طب ما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش، ما تطلعيش. نعم يا خي. الف سلام عليك يا هيمه. ورانا مشاوير، يلا بينا. حاضر يا خي. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها؟ ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. انا لا عارفه اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك، انزل بقى. وربنا وانا كوريا. انت وحشاني قوي كوريا. كوريا! يلا كوريا. يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ اه استنى يا كوري. اه جرح. رد عليا بكلمك، بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه لمؤاخذة؟ الو. ايوه ساره، ازيك؟ ابدا، انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا لا ابدا، ما فيش حاجه، انا كله تمام. طيب اوكي اوكي، ما فيش مشاكل، ماشي، اشوفك مره تانيه ان شاء الله. شايف يا هندسه؟ الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذه تجيب اخرها، ده غير ان ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين، ده غير ان ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين. يرضيك برضك يا هندسه يقع على دماغتنا واحنا نايمين؟ لا طبعا ما رضناش. يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس. يا دي كسوف، ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع. والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه، البيت باين حالته اهو. وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك. اتفضل، خطوه عزيزه، ده احنا زرنا النبي والله. كيد العزال انا من يومي. ايوه. اسمعي الباشا، النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا طالب وأبوها وصديقاتها المقربين. أه يا فندم. القرار بيقول لعدم جدوى المراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية. كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات أبو طالب السنهوري من امبارح. شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا. الأمر معليك. مع السلامة. اجمع للأمنة المكلفين بالمراقبة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب. توجيهات سعادتك يا باشا، ثواني ويكونوا قدام معالي.
نعم. صباح الفل يا ست الكل. ايه مش فاكراني؟ انا اللي مؤاخذه جبت الكوريا الحكومه. طيب خير؟ والله ما كنت اعرف انك موجوده، ولا كنت اعرف ان كوريا المحفشه دي عندها قريبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميكي ويحرسك من العين يا حلوه. وبعدين؟ ابدا، انا كنت بقول يعني انك فرس، فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل، يقدروه ويدفع ثمنه. وماله مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه؟ يا واد عامل ايه؟ مبطلش حمام ولا ايه؟ الو. ايوه باشا، مفيش مراقبه تليفونات، النيابه شالتها. امتى؟ معرفش من النهارده ولا بكره، بس اللي اعرفه ان النيابه شالتها، وياسر بيه هيجمع الامره دلوقتي وهبلغك برضو. تمام يا باشا، تأمرني بحاجه تانية يا كبير؟ شكرا يا ابو فضل. قلت لها العمود بتاع البت هاجر، هقول لها ايه يعني؟ يا نهار ازرق، وهي عملت ايه بس يا جبتاكي؟ خدت الكلمه وهي مداني ظهرها ونزلت، ما شفتش وشها لحد دلوقتي. ما انا قلت لك ابعد عن سكه نوال، نوال دي سكتها شمال الشمال، ومن الاخر كده هتعمل لك عور. فكك انت بالحوار ده، انت عامل ايه مع البت هاجر؟ انا صاحبي مش عايز اقول لك، مش عارف انا ايه، ولا بالصبح ولا بالليل. انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه؟ انت هتفقر يا سوكا، هي عشان ممرضه هتموت فيها. استنى يا سوكا، انت لسه قد الدنيا هتضحك لك، استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد. لا يا صاحبي، انا مش هبقى زيك، حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه، انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنا البيت. من الاخر بقى صاحبي، انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي متملاش عينهم غير التراب. فلسف اتفلسف على امي اتفلسف. انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي. انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره. امال عايز ايه ان شاء الله؟ انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا. اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب، والورق يترمى تحت رجله ميات وامتنات، وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانه مغني بس؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانه بتاكل عيش يعني بتفتح بيت يا بنتي؟ بصي يا حاجه انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجه تانيه خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحه كده لا عاجبني اسمه ولا عاجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، انا ما كسرش من مقاليفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده حلو روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص، لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانيه زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوكي تاني ازاي. الاستاذ بيسال عداده انتصار، هنشتغل سكرتاريه للفراشات كمان؟ لا 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 مؤاخذه، لا مؤاخذه.
على طول. سلام سلام لحكومة لبنى، حكومة لبنى، حكومة لبنى. أنا باشا، أنا باشا، حكومة لبنى، حكومة لبنى. رايحة صح يا خالتي بسندس، تيجي تشم شوية هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، هخليها تضرب نفسين وتقعد معاها. ايه؟ يعني يا عم بتشوفي انا مالي وانا اللي اقعد ادادي فيها. انسة كوريا، السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعاده الباشا وانا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. لا لا، حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي ملهاش في الافراح والجو ده يعني. طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى، عملتوا ايه في البيت؟ حاضر سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم. حبيبة قلبي يا هلا يا امي، حبيب قلب امك يا اخويا. يا مشرفني يا رافع راسي، يا مرقصني يا حبيبي، عرسك وصينك يا رب. عجبتك يا امه؟ عجبتني، ده انت تعجب الباشا يا روح امك. الله اكبر، عجبتك؟ كنت كويس قوي. ده انت خليك. تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس. يا حبيبي يا حبيبي، انا من غيرك مش عارف كنت اعمل ايه. مش عارفه والله. السلام عليكم يا ام. خمس دقايق. السلامه يا حبيبي. ممكن يا مولانا اضرب واحده بيره؟ لك حريه الاختيار يا اخي سلومه، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها الا لما تمشي. ها، ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت مع هيما في المستشفى؟ ايوه يا كوريا، انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك، نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك بداك، ما كانش في لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام يا اعلى باشا، كل عام على مصر. سلام، كل عام على مصر، على مصر. ماله بيك الظابط ده يا بيك؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف نصبتي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه نور، الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى بيبي كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. اهدي يا خالي، مش طالبه عكنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا، انت لازم انزل معاك، ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده، شيل انت بقى. بنتي يا كوريا تعالي، عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوزه اقول، بس بقى انت عارفه انا ما بحبش لا الرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانت ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابله هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني يا ابله، انا امي دعيالي والله. النهارده احسن يوم في حياتي عشان حاجتين. ايه بقى؟ اول حاجه اول مره غني بفرح كبير زي ده، وتاني حاجه. تاني حاجه ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا اختي؟ قومي جري قدامي على البيت. يا استاذ فوزي افهم بس. قوم من وشك. هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه، اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيلة واحدة، مفيش بينهم سر أبدا. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين، مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة، فأنا مش هخبي عنكم حاجة، ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة، إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال. هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه،
اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره. الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيله واحده، مفيش بينهم سر ابدا. اي حاجه بتحصل في اي بيت بعدها بساعتين، مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا اهل وعشره، فانا مش هخبي عنكم حاجه، ما كده كده هتتعرف. انا عايزه اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه، ايه اللي بينك وبين خطيبي؟ ايه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل؟ ايه اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال؟ انا نوال، يمد ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومة، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فلح يتشطر علي انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. وعلى رأي المثل يا بيت، العيط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقه منه بالثلاثه، مش رامي عليكي يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي، انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور. أيوة. يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا علقنا لها محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي، انا همشي بقى علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده. القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي ولوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه، عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انت ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي، عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. سلام عليك يا حاجه. عليكم السلام يا ابني. مالك يما، تعبانه ولا حاجه؟ لا الحمد لله نحمده. طب اقول لك ايه، ما شفتيش قبل هاجر؟ هشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشيه النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فاهمنا انت؟ ياما كلنا غلابه، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص ياما، ولا حريمي ولا رجالي. سلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابله هاجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي. امي ما ينفعش حد يديها الحقنه الا ابله هاجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابله هاجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها. دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما تثبتش. وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا ده الواد سوك يا ابني، ولا سوك تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خالي. اهدى اهدى فيها كل. يا نهار اسوخ، يا ده المرار الطافح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟
ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امه العلال لله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفين كده تقولي خلاص اتفضل مفارقين خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور. هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه، كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه، الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هايدي هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي، رجاله احسن ناس. عجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي، هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي. انت هتعمل لي فتحه ونصبه يا اسامه منير، ما اطلعش. بقول لك ايه، اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا قريه، غير هدومك وانزل واكل عيشي، احنا مش راضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك. اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبلة دي وتروح لسعد قول له أمك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبلة دي اخطب بنت حلوة قول له عايزاها تكون حلوة وبيضة زي البت دي. شوف بيضة شعرها طويل إن شاء الله. هو هيتجوز من البنات الحور إن شاء الله. لا أنا مش عايزة بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah, wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay, no problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay. You collect your check and I will leave the diamond to make it a ring. Okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure, we are at your service and we must make you and your girlfriend happy. Okay, goodbye. يعني ايه ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته؟ وانا ما فيش حاجه تعملها ابدا اقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم، احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زباله، زباله طول عمره يضربها ويبهدلها، وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ هاي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي، انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي، عايز اعرف هي عايشه ازاي، ظروفها ايه، بتعمل ايه، محتاجه لايه؟ انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش، ما عندكش بنت، بكره لما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم، ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل، يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط. I am so happy. قضية كبيرة قوي يا أبو طالب بيه، مش صغيرة زي ما حضرتك متخيل، وللأسف ما فيهاش أي ثغرة قانونية. أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، أنا بعملها كصديق للعيلة، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خليجية، مش محامي. ده على أساس إنك حليت المشكلة وأنت محامي عشان تحلها وأنت صديق؟ يا أخي يا أخي ارحمني، اسكت بقى شوية. يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه؟ شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده يا عم شكري؟
يا عم شكري ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليا انا يا هيما. انا شكري الصعيدي لسطى شكري الصعيدي. اي نعم جاي هنا على الكبر بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي. والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيما، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم. عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها التلت التلاته كام. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نغرقه يا ابن الناس. بقول لك ايه، انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ، احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي. واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري يا عم شكري، انا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة واخوة. دي ست فاضلة فاضلة والله العظيم، يعني ده في مقام خالتي بالظبط. وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب انا اعيش ازاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ انا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا انا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك ايه، قوم قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعه عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافيه. لا فوتك بعافيه ايه، انت هتسيبني هنا؟ انا زهقت من ام الاوضه دي. خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعال معايا. امشي بالراحه. بالراحه يا عم شكري، بالراحه. في ايه؟ حاضر يا حبيبي، تعال معايا. انا حاسه ان انا عايشه في حلم طويل ما بيخلصش. ولا حلم ايه ده؟ كابوس ومش قادره اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفتره دي هتعدي وهتنسيها. اقول لك على حاجه، هنقعد انا وانتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. انا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه؟ انا الزهق هيموتني. انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين. انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقول لك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي. يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهمه ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعملهولك. اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه ما عندناش اخت نسوان تشتغل؟ استنى ما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجات دي يعني، انا بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقي هالبني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني يا سندس، ضربتني. مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم ده مؤاخذه في الكلمه، رد السلام، ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ انا كنت قاعد في المحل، جاني شويه لحمه جاموسي صغير. شباب طمنتني الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزه عشان يستاهل بقك الحلو الصغنطه ده. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجه منك يا ابله. الله، انا بشتري الجيره عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه. غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه. مش انا خدت زنه وتلانه، انا جبت لك اللحمه. ايه تعمل ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره، اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه، هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه، هاتي. انا هو انت لسه غني؟ يلا مطغور يا سندس. لا احنا من انت بناخد لحمه من الناس؟ نعمل شوربه علشان الواد سعد يجي حضنه يرم. يوه روحي بعيد عني بقى، هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. ايه
يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني يعني. ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه. عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضاء اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. هديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، للي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز مزاز بيئه. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئه بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب. يا ولا مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده هو. اسمع كلام امي يا ابني انت بس، حاسبنا يلا ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا راح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا ياما فرحان. انزلي بقى ياما ياما يلا انزلي بقى. ايه يا ولا اسكت يا ولا. سلام ياما سلام ياما. عايز ايه يا ولا؟ يلا ياما اتكل على الله. خد يا ابني نرضيه. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة، يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده والجرح لسه مفتوح. خنقت من قعدة البيت، خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا، أنت تأمرني يا صاحبي. أدي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح؟ ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي، أنا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح أخت ودان ده كان فرح شؤم. سلمى مسك البت نوال اداها علقة وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخلة البيت. وأنا أخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقة وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وأنا مش عارف أعترفيها. وأنت اتخانقت يا صاحبي، يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ إيه ده؟ يا صاحبي ده كوريا قلعتني من إيدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانة. بقولك ايه ثبتها وانت سيد من يثبت الحريم. لا شكلها المره دي بحها سوكا، وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو جوزتها نخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقولك يا سوكا انا ههج من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي وما شربتش من نيله والكلام لهبل ده. هو في حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيهم؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10,000 جنيه، وب 10,000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون، غير ابو مليار، كل واحد بيشوف بلد غير التاني. مصر مش حاجه واحده بس يا سوكا، مصر حاجات كتيره قوي على حسب اللي في جيبك. ومن الاخر كده يا صاحبي مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحده بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكل انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شوية الاقيكي نطلي في حتة. ها؟ أنا مش محبوسة، أنا جاية هنا أصلا عشان ما بقاش محبوسة. بشوقك. انت هتفضلي واقفه لي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فين مكفين؟ الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوك؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه ايه ايه؟ 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه لا بقى ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص
قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. في ايه يا خحل وسطك يا بعيده؟ انت ايه؟ حتى المحل كمان طمعانة فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادمك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي. بلا خايفه بلا مش خايفه، تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك، ارقعي بالصوت الحقيقي فرجي عليهم مثل لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشبك نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني تقصعتك وانت ماشيه اللي بتلم عليا الاسوه اللي ما يسواش. وبقول لك ايه، حوار المحل ده تنسي من مخك خالص، ده محلك لعيش ياما. ده انت صايب الصوت اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. مساء النور. ايه فينك مش باينه؟ انا موجوده بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. اه يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه انت كنت عايز تقعد معايا؟ بصراحه اه. طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت الاستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا يا حاج؟ اه. شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا نجم. مساء الخير يا عم الامور. هو في حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا والله رحت أشتري علبة سجاير وديت الراجل 100 جنيه، ببص في جيبي ما تلاقيتش الباقي، فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني. ماشي يا نجم، ربنا عطرك فيهم، بس بدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع، وعلى العموم حصل خير، أشوف وشكوا سانكس. هي كان اسمها إيه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة يعني؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجة بس علشان ابقى مبسوطة كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا سارة؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجولة، انا قدامك اهو يا سارة، فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وانا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة، بجد هي اللي خسرانة مش انت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش أي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت أنا مستعد أنسى كل اللي عملته. مش بقولك هبلة ما تستهلكش. أنا إن كان عليا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي، بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن جواز، وانتي بصراحة ربنا وما تأخذنيش يعني ما تضمنيش. حتى انتي برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده؟ ده انا اقول ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلب انتي وسلومة، انا نوالة بقى فرجة الحتة. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انتي كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلهالك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وملهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه؟ انت ايه؟ شيطانه يا خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟
قول يا سيدنا الشيخ قول. أنت رافقين يا ست أم سوكة، لأن موقعي ووضعي لا يسمحان أن أسير مع الأخت نوال بمفردنا في الطريق العام. أنا مغريش غير نوال، روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حتى طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط التاني إيه؟ الشرط التاني إن شاء الله أنا سأتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجة. نعيما يام أديني سبختهولك هو رجعتك بنت 18 سنة. إيه يا كوريا يا بيت؟ يا بيت هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولية، ده المثل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روح الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوة. إله شوفك زي ما انا عايزة يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصة يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده انا فلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ انت زعلانة بجد بقى. طب بص يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجة منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعموده كوري، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي ما مسحت الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا عبلك في دماغي. تعالي يا كوريا ما تنزليش نفسك لنوال. أنا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكرة دي محقال يا كوريا وبتجامد قوي كمان. سلام يا أسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Marwan. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوخة؟ انا اللي كنت سامع عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقرة انت وهي، انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قلل بأصرف معاه، لكن انت بتعيطي ليه؟ انت قاعدة بقالك حبة وجرحك نشف. حياتي ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا، كانوا يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه، بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانيه، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه، فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني ويخوني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انت ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي.
انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغايه دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغاله ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحده جريت عليها اصلا قلت لها ان انا بحب مروان كتنك و عايزاني انسى سامي. هما رجاله كلهم كده اختي، صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي ابراهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه لا بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال، شويه يسرق غسيل شويه يثبت واحد، يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكته وقريته ملكه. انا اللي حوشت له، جبت له عربيه الكبده وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدنيا النجس هيفضل نجس. انا مش حارقني الا ان هو بص لنوال. نوالة كبداكي يعني تخن وتقلي بقيمتي؟ حرام عليك، ده انا فتحت عينيا على الرجاله عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده الريحه المعفنه دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي بس. يلا قومي انت لسه قاعده يا بنت الجزمه. شوف يا معلم سلومه، سادخل لك في الموضوع مباشره كما اعتدت من الوضوح. اتفضل خش. قصدتني الاختان ام سوكا ونوال. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. شوف يا معلم سلومه، شرعا اليمين الذي رميته على الاخت نوال بالامس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لانك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقا في الراجح من اراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 ايام. وبمجرد التحلل منه فالاخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها ان شئت. يفتح الله يا مولانا، انا خلاص شطبت. معناته ايه الكلام ده يا سلوم؟ بجيه الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا الجواز قبول وايجاب، وانا لا قابلها ولا عاوزه جوابها بصراحه كده. انا ناوي اتجوز. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nagwan. Happy birthday to you. يا حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان.
ما تغيري الترك اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ايه، ما انت جاهل، ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتع. هو ده تركي يعني؟ امال ايه؟ لو انت وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بي، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمة، انت لسه بدري عليك ومش عارفك في الحاجات. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت، يكون برنس سلوكة بتاعك. هقوم افتح عشان اخلص منك بس. بابي حبيبي. على عشرة غرازي. حبيبي يا بابي. يا بنت بطلي المندبة اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين. بس خلينا في المصيبة القريبة دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لأهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبة تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي برصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اختي نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وإيماننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء. ولهذا يا أخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعا وطاعا. يا شيخ ناصر انزل يا اخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عمال تزاها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها، ها، عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوال شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، انا سلومه ده فردت شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجاله خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا انا كمان هشوف حالي واوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو انا واقعه ولا واقعه؟ ده انا نوال بردك. انت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمه في بقه. بس ايه رايك يا بنت؟ انت بنت طيبه وبنت حلال، انا عرفت لك المكنه اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوة عزيزة يا أساتذة. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك، احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي انا كنت عايزة اهتم. ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقولة؟ ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقة كلها لما تقعد وسطينا. مين الهانم دي؟ الهوانم عيب، المرة الجاية نجيب شوية هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية. مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. انت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. انت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خانة كوريا. اهلا وسهلا. انت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لسعد. نجيب له ميه زمزم لسعد. حاضر حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز،
ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لساعد. بصوا بقى انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. انا هدخلك الجامع الليله فقط يا اختي نوال، انت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا استطيع ان امنع اما من اماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. انت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل ايه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا كتر خيرك يا مسوكه، كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما وصلت نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه برضك المزه قويه وشديده، كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه، ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون، اتسدت يا عم. ولا اتسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلك. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هيدي، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكل اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شبهه؟ انت احمد بس، احمد بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حريمنا ملهمش في الجمعيات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه؟ انت بتقولي انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب. خطوة بخطوة، يعني أنا مش هعرف أعمل حاجة من غيرك. هو أنت ناوية تعملي إيه؟ ممكن تفهميني؟ ناوية أعمل حاجة زي الحاجات اللي أنا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس أنا يعني أحتاج شوية تمويل للمشروع ده يا بابي. أنا حبيبتي تحت أمرك، اللي أنت عايزاه أبعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، أنت عارفة رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، أنا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو إيجار المحل وشوية البضاعة اللي هجيبها. هيكون هنعمل المحل بتاعي. اتلهي اتلهي. يخرب عقلك يا نوال، في ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني؟ خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسأل عليك، عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق، ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. يتجوز؟ يتجوز مين؟ وانش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا فين انه هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيما، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وابيع سختي وناخد شقة قانون جديد في أيوتها، حتة غير الحتة النكسة دي. آه ونتجوز أنا وإنت. نتجوز؟ أنت اتعطلت يا نوال؟ يعني إحنا لما نتجوز هنعمل إيه أكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا إبراهيم،
بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ أنا لو وديتك ولا جبتك يا نوال، فاقد الشيء بيدور عليه، أنت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة أكبر من اللي قبلها، أنت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع، كنت في الجامع واستحرمت أكلمك. جامع؟ أنت هتتوبي يا نوال ولا إيه؟ يبقى ادعي لنا معاكي، سلام. أمو سوكة، أمو سوكة. مين؟ مساء الخير يا أمو سوكة. أهلا، مساء الخير عليك يا أخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله، معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا أخويا ولا تعبتني ولا حاجة، تعبكم راحة. على فكرة أنا جايب لك معايا حتتين لحمة، حتتين موزة يستاهلوا بقك. موزة؟ النبي أنت راجل أمير، طول عمري أقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز إيه بقى؟ يا نوال فين دلوقتي؟ نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره إن كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندي طلب صغير قد كده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عينيا دول. قول قول عاوز ايه. طبعا انت سمعتيني وانا بقول ان عاوز اتجوز. اها حقك. الله، ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا أخويا، وانت كنت عرفتها امتى وشفتها امتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة وبلاش كام يوم. الله، امال انا جايلك ليه يا أبو شوك؟ عشان تلياني دماغ العروسة وتفهميها ان المعلم سلومة من كبارات الحتة، وان هبسطها وريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها ايه. هديتك عندي يا أبو شوك جلابية وجزمة وباروكة. يا اخويا هات لي موزة. وماله موزة؟ موزة. اتفضل يا شيخ. يا اهلا نورتنا وانستنا والله، اتفضل. يا ساتر اتفضل. يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخباركم شحوالكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. الحمد لله. من دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، اخو اللي كان متجوز جمالات بنت اختي، ودول اولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده انا لازم اجي اسلم عليه بقى. لا معلش اصل الست يعني ام سوكة. بنت حلال، بنت حلال، لازم تسلم على الناس كلها. اتفضل. اهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ. والله العظيم احنا اول مره يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك يعني. احنا اخرنا الشيخ ناصر بتاع الجامع. الاقي شايله قطه ميته في ريحه غريبه. لا اللحمه بتاعتي لحمه. انا هم اقول لك انا عاوزه يعني سبحه كده من اللي هي بتنور الحلوه ده، هي بتنور في الضلمه، ولا ريحة العود معاك؟ والله ما يغلى عليكي، بس هالحين ما عندي أنا مصاري. إنما لو أنت حبيتي يعني، لو حبيتي ممكن أهدي مصاري. روحي جيبي العود اللي يريحك. شفت شفت، زودتها في الرقص، بهدلت الاصابه بتاع الكتف. معلش اشرب اشرب يا هيما. واربع الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب، انما ايه في اهيما؟ كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبلك. ايه الليله دي بتحب طاعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله, الله. انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه لان شكل السناره غمز. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي
ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مشيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضو. طيب انا اروح احبق بقى عليها، ها، وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيم، خلاص يا هيم، وفر الكوز ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره. على فكره انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ في واحده بره اسمها ساره بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليك تفضل. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ ابدا، مشغول زي ما انت شايفه. ما بتكلمش على دلوقتي ليه؟ من ساعه ما كنا مع بعض ما بتردش عليا. ما كنتش عارف ارد اقول ايه، او حتى ممكن نتكلم فيه. ايه، ما فيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ انا فكرت كتير قوي يا ساره، وللاسف لقيت انه ما فيش. غريبه يعني، قبل الليله دي كان في كلام كتير. الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره، انا ما كنتش، انا كنت انسان تاني. بس عشان اكون صريح معاكي، انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي. سلمه يعني. بالعكس، انا شايف انها ايد قويه تمدت لواحد كان بيغرق وخرجته على الشط. فاول حاجه يعملها بعد ما يطلع انه يسيبها ويمشي، مش كده؟ بس احنا يا ساره مش شبه بعض. حتى المكان اللي احنا اتقابلنا فيه مش بتاعي. انا اصلا ما بشربش. الليله اللي احنا قضيناها مع بعض انا مش فاكر منها اي حاجه. زي ما اكون كنت انسان تاني. بس تعرفي يا ساره، الليله دي كانت مهمه جدا جدا بالنسبه لي. لان اتعلمت فيها حاجات مهمه قوي عن نفسي. اهمها ان انا انسان ضعيف. وانا بفتح باب الفيلا عندك عشان اخرج، قررت ان انا مش هبقى ضعيف تاني. هقفل صفحه نجوان، هفتح صفحه جديده. انت بتتعامل معايا على اني ايه يا نادر؟ شايفني ازاي؟ انا شايف ان انت من اكتر الشخصيات المحترمه اللي انا اتعرفت عليها في حياتي. انسانه واضحه وصريحه، لا بتلفي ولا بتدوري، مش عايزه تخدعي حد. بس زي ما تقولي، الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط. لو كنا اتقابلنا قبل كده بشويه او بعد كده بشويه، الوضع كان هيختلف بطبيعه الحال. لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال، ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100%. يعني بس مش 10%، يمكن اكتر شويه. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظريه دي من ساعه ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسه ان ممكن يكون في حاجه بينا اكبر من اللي حصلت. خسارة. اللي حصل بينا أكبر من اللي ممكن كان يحصل يا سارة. أنا شخصياً لحد ما أموت أنت هتفضلي معلمة جوايا، عمري في حياتي ما هنساكي. ولو احتجتيني في أي وقت في أي حاجة، أنا دايماً موجود وتحت أمرك. سارة، مش عارفة أنا إيه اللي عاجبك في البت التمرجية دي. ياما دي بنت جدعه ياما، وما شفتش منها حاجه وحشه. وعلى فكره بقى، انا عملت مشكله ما بينها وما بين اخوها. يا واد، هو انا لما اجي افرح بيك افرح بيك بواحده رايحه جايه طول الليل، يوم تقول لك انا راجعه من النوبتشجيه، واليوم الثاني تقول لك انا بايته كنت في المستشفى؟ يا اختي رايحه فين يا بنتي؟ يا كوريا في نصاص الليالي يا بيت. لا اله الا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق؟ خارجه افك عن نفسي شويه، طالع عشان مش شويه هوا نضيف بدل الكتمه اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفه عليك، للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده؟ ليه كده ياما؟ راح فين يا ولا؟ يا كوريا، خد يا كوريا. راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا، سيبني وانا بخرج لوحدي. بقول لك يا كوريا، مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى، الهام ما ينفعش حد يشيله لوحده. وانا اخوك يا بت، الهام ابو اتنين يشيلوه اتنين. وعلى راي المثل، كان فرقني اسبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا، ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد اندى عليك اندى عليك، تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى، انا حسبت التاكس. تعالى تعالى تعالى.
فلوس التاني. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه يا امه؟ فين العفش؟ بس انا ما بحبش الكركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لمؤاخذة؟ ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك دي تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. أيوة. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالي. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه عشان هقول لك يا سو... والله يا سو دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب. الكشك قريب. بص يا كوريا، ابراهيم صاحبي انا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. أنا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده تقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا أنا بيت. يا جدعان أنا بيت. بيت؟ إيه؟ ما يغركوش شكلي. ده أنا جوايا حتة عيلة صغيرة لسه بضفاير. عايزة اللي ياخدها في حضنه. ليه طبطب عليها؟ اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده. اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غير. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خدها، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا بقى مبسوط يا سوكا. ده انا حاسه ان من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش. انتوا ذات نفسكوا نسيتوا ان انا بيت. ده حتى هيما ذات نفسه كانش بص لزبالة الحريم، ولا كأن في حياته خطيبة ولا حبيبة ولا آياته حاجة. السوكة ده نايمة بقى بيبصني كأني راجل زي ما بيبصلك بالظبط، كأن واحد صاحب. بقولك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سوكة تحكي. طب حاسس ان انا بتحكي؟ انت حكي بقى كوري. طب اقولك حاجة، اغني لك الاغنية بتحبيها. الحلو والنبي تا 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 كوريا والنبي تا 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 والنبي تبسم تيرارارارا. يلا غني معايا. الحلو والنبي تا 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 تبسم والنبي. ده انا اللي تبسم يا عتب. الحلو والنبي تا تا دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه اهو، نشوف محامي تاني احسن منك. وبعدين بقى اسكت خالص. ايه يا دكتور نادر بس؟ من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه. ورا القضيه معاك وربنا معاك. الو بونجور. لو سمحت انا كنت عايز اعمل اوردر بالبضاعه اللي عندكم.
لا لا، انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله. المكان هي منطقه اسمها بطن البقره. بطن البقره هي منطقه في مصر القديمه ورا جامع عمرو بن العاص. لا انا لسه بجهز، انا كنت عايزه اعرف بس سيستم الاقساط والتسليم. خلاص خلاص هكلمك على بالليل، هقول لك انا عايزه ايه بالظبط وافهم منك. الاوردر باسمه هاي جمالات. جمالات انا متشكره قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها انا عايزه اتنين. في ايه يا سندس؟ عايزه ايه؟ انا عايزه اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هيدا هانم؟ ازيك يا سندس؟ اهلا وسهلا. ها قولي عملت ايه مع السمسار؟ احنا لازم نلاقي محل النهارده، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. ايوه هانم، ان شاء الله هنلاقي يعني ان شاء الله. اصله في ايه مالك يا شكري؟ اصله بصراحه اضطربنا، يعني انا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في ايه؟ الجدع اللي اسمه سلومة الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وانا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. انا فهمت، يعني في ايه؟ كان طالب القرب مني، يعني طالب يدك مني يعني. نعم. لا انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت له يعني لازم نروح لهانم وناخد شرطها. شرطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده اصلا عشان يطلب ايدي؟ لا يا هانم، انا كنت يعني قلت برضه اجي لحضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له احنا رافضين ليه يعني. هو احنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم، حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم وانا راجع هبكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم، اقعد بالعافيه. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص. سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم. انا واحد وسعد واحد. عايزه اعمل كده. يا سندس يا حبيبتي انا بشتغل، ممكن تسيبيني اشتغل؟ بس يا سندس. ماشي. انت ضربتيني. لا انت اللي ضربتيني. جاتك ضربة. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليك خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جات فيكي، تعالي تعالي. انت جيتي عود عود عود. ترى يا بيت انت مش ناوية تعالي بقى وتطلع على بيتي يا بنت؟ انك تبقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده. هو الله، وهو ماله هو؟ هو انا كنت نايمه في بيته؟ ده بيت ربنا. ايوه هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفه نفسك يا بنت، وشك بقى قد اللقمه. ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي، ده قله قيمه على الفاضي. وكلكم والنساوين امات الخمار دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلاه بالعافيه. صدقي بالله يا بنت، انت سلومه ده اهو له الجنه انه معاشر واحده زي، علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا ام سوك، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومة ولو جهنم من الشوارع يا بيت، انت بقيت شبه القط اللي مسربينه في الخرابة يا بيت. وهي عاملة ايه دلوقتي ومنها ومن عليها الوقت؟ مروان نوراني حياتي. شوفوا وجودك عامل حس البيت ازاي. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وهي عامله ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ هي كويسه. قول يا حبيبي. ابا تعملي ايه؟ لا ده مش كده، ده شوط واحد. ها يلا تشيرز.
أنا مش عارفة إزاي كنت هتجنن وأنزل مصر وأسيبك. أنت أحلى راجل في الدنيا. وبعدين أنا دلوقتي اتأكدت إن أنت بتحبني فعلا. ميرسي يا حبيبي. حبيبتي أنا فعلا بحبك. وأكبر دليل على إني بحبك قلتهولك وهفضل أقولهولك. مين الإنسان الوحيد اللي أنا خدتها عشان تشاركني رحلتي وكل اللي أنا بعمله؟ مش أنتِ؟ الخاتم ده ولا حاجة ولا حاجة. بحبك. ايه ده يا ساتر يا ساتر؟ مالك؟ تعالي في حضني كده. تعالي تعالي. الله عليك ورق العنب. أنا ورق العنب؟ آه حبيبي طبعا. أنا نفسي أفضل في حضنك كده على طول. تعدي السنين وتعدي الأيام كده كلها وأنا في حضنك. وأنا كمان يا حبيبتي نفسي تفضلي في حضني كده لغاية ما تنامي. ها؟ أه حبيبي نم. الله عليك ورق العنب.